حمزة مرحبا بك على اسبيرونس سويس بونيت، عودة إلى التمارين مع برشا جولات معناتها رجعوا بوتو دبخي. عاشك مرحبا بكم ومرحبا بالعزيز نتاعنا. حمزة قاعدين نحضروا صحيح المكتب حضروا البارتية مين معناتها في إطار الشامبيونز ليغ. أنت واحد من الناس مش كنت كان ستي في القائمة الإفريقية، ما مش تحقون في المباريات البطولة المحلية والكأس. والله كما قلت أنت معناها نرتاح مع الأولاد، عندي توفي جوف إن شاء الله معناها واحد يحضر فيزيكمون في الكأس معناها، ومع بداية الموسم الجاي معناها نبدا التشكيلة إن شاء الله. حمزة عمل عليك سي نبيل معناتها في عودة البطولة بعد الثورة، كانت عديت الماتش باهي كونتر سي ا بي وبعديك غبت بعد بارتي باجا، اسكو من وقتها لتوا معناتها الموسم كومبيتيسيون مش يأثر عليك ولا؟ لا أنا قعدت أكثر من هكا والحمد لله شفت معناها قعدت بقيت عام ونص ماتش حتى كومبيتيسيون في الدير، وكي رجعت قدمت مستوى طيب. دونك معناها نصور كان باش تأثر عليا الحاجة هذيا، معناها نحضر السبت ونحضر فيزيكمون ليسونسيال واحد مونتال مو حاضر ومورال باهي ومع بداية الموسم الجاي. فيزيكمون بشوية بشوية إن شاء الله، خاطر كيما نقول لك معناها الإطار الطبي نتاع النادي خير على مصلحتي، معناها ما يحبش يجازف بيا كما تعرف، قعدت بريود معناها ما لعبتش موجود كومبيتيسيون، معناها نجم يديروا لي معناها بريسيون وكل شيء، دونك هما يراو في مصلحتي باش نرجع بشوي بشوي. ثم ابغى باي سبيسيفيك معناتها؟ بالطبيعة معناها والريسك ليه كيما نقولوا، فهمتني؟ معناها واحد صحته معناها جمعيته تخمم على مصلحتي، فهمتني؟ ان شاء الله ما بديت ماتش نبدا حاضر فوق. شو تقول جمهور الاختيار؟ والله نقول لهم انا هذا وكما كان خير، وان شاء الله معناها الاولاد حاضرين ان شاء الله الشامبيونز ليغ. صحيح معناها بعد ماتش الاهلي توك بناء الصفحه هذايا وعندنا ماتش تجديدات المغرب، ان شاء الله الاولاد كالعاده يبداو حاضرين وغادي باش يكون كلي معناها ماتش تري امبورتون حسب رايي، معناها ان شاء الله نروحوا بريزولتا بوزيتيف اللي باش تعطينا با باهيه الفيت مقابل تاع الشامبيونز ليغ. في الافكتيف كيفاش قابلتوا كاليفيكاسيون تاع كوليبالي اليوم؟ ولا وكاش يا اخي عاملين جو كما تعرف باش نشيغوا باش نعملوا جو كاو ان شاء الله. هو ابقيتو معناها لاعب معناها قعد معنا تو المدة هذي، شفنا لاعب محترف معناها بهذا معنى الكلمة، لاعب ما يتكلمش برشا معناها يخدم بزاف فيها، والكلام هذا كله يقعد معناها يقعد حديث ليسونسيال معناها لاعب يعطي مردود وفيها يكون عم حسن ظن زاد المسؤولين مع الوظيفة هذيا ويتعبوا معاه الحظ هذا كله ويتعبوا الشهر. ميرسي حمزة بيان شونس، إن شاء الله نشوفوك ترجع المباريات اللي إن شاء الله. ميرسي بيكو.